هو انا صراحه بنتج من 2008، فدي مش اول تجربه انتاج ليا. انتجت قبل كده مسلسلات كتير سوريه، بس ده اول مسلسل بنتجه اللي هو بان عرب، في نجوم من مصر، من سوريا، من لبنان، من تركيا. وانا بالنسبه لي كنت عامله في 8 حلقات اللي هي العاشق والمعشوق مع نجوم اتراك، مع بولاد انان ومراد يلدرم. يعني دي تجربة جديدة، أول مرة تتعمل في الوطن العربي، وكنت خايفة يعني إن الناس ما تحسهاش، بس الناس حستها والناس ما شافوش أي اختلاف، وكان في كيمياء جامدة ما بيني وما بين ممثلي الأتراك، والناس حبت القصة ونجحت الحمد لله، وإحنا كنا ترند وقتها. فالحمد لله الحمد لله المسلسل حقق نجاح طبعا كبير وشهادة الجمهور الحمد لله.